قلبك. كل اللي عليك لما القاضي هيقول لك انت فلان تقول له اه. الحكايه يا قاضي؟ لا يا عم احنا ما اتفقناش على كده. ما هو لازم نطلع الاعلام الشرعي اللي هنحصل بيها التركه. فريد الغبريط. السلام عليكم. تعالى هنا. انت رايح فين؟ لا يا عم يا روح ما بعدك روح، انا عايز اتمتع بشبابي خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في جونتي. تزوير ايه يا استاذ؟ مو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما يعطلناش. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا. انا انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقه؟ لا ايوه معايا البطاقه طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ الف مبروك الاعلام الشرعي. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة، الشهر جاهز، ومعادنا معاه بكرة. خد الله يلا بقى. تمام انت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه؟ فريد بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام على خيره الله. السلام عليكم. مبروك. السلام ورحمه الله. ناقصين 30 جنيه. انا عديتهم 3 مرات. ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسوا. ده تكون نقطة. السلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يبدا. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جمجموسه على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكاته الوكيل. فريد بيه، بلد صغيره زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهره، هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوه بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشه قبها في القاهره. أنا بيتي موجود وتحت أمرك. وأنا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس 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 أنتوا هتتخانقوا. شوفوا أنا أهلا وسهلا، أنا هنزل عند نريمان هانم لغاية ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس أنا عايز أروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعة الزمن. نوصلك ونستناك. بس أوعى تجيب سيرة لحد. إيه؟ أنت فاكرنا عبيط؟ عنك. وأنت فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما هي هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟
ما هوني انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر يعني حرست حالي وروى الاناني وجات لك على طول مره واحده. لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز مني الطلب. ايه عايز؟ قشين سلف؟ قشين انت الاخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وادي يا شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجلي الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ كركبت في مفصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كركبت في مفصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهرات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك. محمد تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي.